بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله ده اخر بارت في البارتس الخاصه بالفوكابلرز لكي جي 1. ده ثيم 2 تشابتر 2 تشابتر 3 بارت 2. في البارت ده انا هتكلم معاكم على كلمتين مهمين جدا. والكلمه الاولى اسمها ريفر نايل. ريفر نايل، ريفر نايل يعني نهر النيل. نهر النيل من الحاجات المهمة جدا في مصر، لأن هو بيدينا الووتر اللي احنا بنشربها. احنا لما بنشرب مية، والمية دي بيجيلنا منين؟ بيجيلنا من الريفر نايل بشكل أساسي، يعني بيجيلنا من النيل. في مصادر تانية بس من الأساسية أو من الحاجات الأساسية إن هو بيجيلنا من نهر النيل. نهر النيل يعني ريفر نايل، دي متكونة من كلمتين. كلمة ريفر يعني نهر، والنهر ده مكان كده بيمشي فيه المية الحلوة اللي بنشربها. ونايل ده اسمه، فاسمه نهر النيل، ريفر نايل. تعالوا نقولها مع بعض لأن الكلمة دي مهمة جدا. ريفر نايل، ريفر نايل، ريفر نايل. الكلمة اللي بعد كده كلمة اسمها ليك ناصر. ليك ناصر، بحيرة ناصر. ايه بقى كلمة بحيرة؟ بحيرة دي يعني مكان كده فيه شوية مية، بس المية دي بتتحركش، يعني المية دي واقفة مكانها وكبيرة جدا، وينفع نشربها على فكرة، وبنخزنها عشان لما نحتاجها نشربها. فدي اسمها ليك ناصر. ليك يعني بحيرة، وناصر ده الاسم بتاعها، يبقى ليك ناصر. ليك ناصر يعني بحيرة ناصر. ودول كلمتين مهمين جدا، ريفر نايل اند ليك ناصر، من الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها. وبكده نكون خلصنا الحمد لله كلمات الترم ده في كي جي 1، وهنبدا ان شاء الله الشرح على طول في الفيديو اللي جاي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.